إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اسمحوا لي أن نبين كيف يكون الوضع الصحيح للإنسان عند الدعاء. السنة في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه قرب الكتف، ولا يجعل يديه إلى وسط بطنه لأنها لا تليق بالداعي، فكأنه غير مهتم. وأيضا يجعل اليد مضمومة إلى بعضها البعض، ولا تكون متفرقة هكذا. ومن السنة أن يجعل بطن يده إلى السماء وباتجاه الوجه أيضا، ولا تكون يده عند الفم بهذه الصورة. وأما إذا اشتد الأمر وفي حالة الابتهال الشديد، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يسقط الرداء عن ظهره، كما حدث له ذلك في معركة بدر صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ولكم.